على الفنانين والمخرجين لازم يعملوا لنا دعاية كبيرة، سواء يعني بأغنية بشعر بتمثيلية، زي يعني الفن متمثل في الأستاذ نصر محروس ونعتمد عليه كتير إن شاء الله بإذن الله. نعمل حاجة نحيي الرأي العام العربي أساسا، وده يخلي الرأي العام الدولي يهتم بينا شوية. يوم 25/8 نبدأ نوزع الكوميكس اللي هو للحوامل على الأطفال، نبدأ نوزع عليهم كنيسة اللون واللون معاهم، بحيث إن إحنا نودي زائد الترفيه يكون فيه رسالة للرعاية إن شاء الله. كمان برضو يوم 25 هيبقى فيه مسرح عرايس بس عن الرعاية الصحية، جربناه هنا مع الأطفال المدارس في مصر بتلاقي دايما تجاوب، يعني مسرح عرايس بيكلمك عن الالتهاب الرئوي، يعني الأنيميا بيسألنا إزاي. فكرنا دايما في المؤسسة إن إحنا بندور على طريقة غير مباشرة وصلنا فيها، لو أنت جبت الطفل وقلت له أنا هكلمك عن مساحتك أو تغسل إيدك إزاي مش هيركز معاك، بس لو وصلت له المعلومة دي عن طريق كراسة تلوين أو مسرح حرايز هيبدأ إن هو يركز معاك. واحدة من كل 8 ستات معرضة للإصابة بسرطان الثدي، بعد سن 70 واحدة من كل 4 ستات معرضة للإصابة بسرطان الثدي. ده برضو مهم لأنه دايما اللي عنده مامته ربنا يديها الصحة عايشة أو جدته وكده، الناس بتفتكر انه الكبار بقى في السن تيجي لنا واحده ست بالظبط تقول نفس كلمه بالظبط حضرتك عملتي جامع بنتها حضرتك عملتي، لا ما خلاص ما فيش ما خلاص، بالعكس نسبه حدوثه في السينيورز او الستات الكبار ربع الستات هيجي لها، يعني واحده من كل 4 ستات يعني 25% احتمال يجي لها. اسمي دكتوره حنان محمدي صابر، انا بمثل شركه فاركو للادويه كبارتنر في الحمله معاهم. شركة فاركو يعني تعتبر أكبر كيان للصرح طبي في مصر في مجال صناعة الأدوية، تقريبا برودكشن 500 مليون علبة دواء برير. إحنا شركة فاركو متخصصين في فيروس سي، عندنا مصنع أوريدي، الشركة الوحيدة اللي عندها مصنع لرو ماتيريالز في مصر، عشان يكون عندنا القدرة لسد الاحتياج والكفاءة بجودة عالية وبالرولز وريجوليشنز أو يعني أكوردنج للأساسيات صناعة الدواء عالميا، وده اللي بيخلينا نقدر إن إحنا تقريبا واخدين تلت الكيسز أو بنعالج تلت الحالات اللي موجودة ومصابة بفيروس سي على مستوى الجمهورية.